اللي احنا اصلا بنعرضه عشان هنوصل لحاجه ثانيه خالص الاتحاد المصري يكون طبعا. منوط القيام بها طبعا المحور الثالث كان محور التبديلات وخلاص التبديلات حسب كل مسابقه وهو قال ان الجوله الثالثه والرابعه هتتلعب بخمس تغييرات على ثلاث مرات زي ما حضراتكم شايفين عدد بدلاء دون تغيير والسماح بخمس تبديلات في الجوله الثالثه والرابعه عندك يا فارس المحور اللي بعده حضور الجمهور في حاله وجود موافقه امنيه على حضور الجماهير بنتكلم ان الحضور نتيجه جائحه كورونا ما يزيدش عن 50% هو عامه قال لك ما فيش حضور جماهير لكن لو في الدوله المضي... المضيفه هتقدر تحدد جماهير يبقى 50% من ساعه الملعب ده طبعا كان في الكاف عندنا طبعا اتحادات اخرى زي الاتحاد السعودي والاتحاد السعودي ايضا حصلت عنده ازمه شهيره وطبعا حصل لفريق الهلال ازمه شهيره فخد بعض الاجراءات وحط قواعد او عقوبات صارمه جدا زي ما حضراتكم هتشوفوها على الشاشه ده طبعا بتعاقب اللاعب اللي مش هيبلغ اللجنه خلال 8 ساعات ب 10000 وهتعاقب النادي كمان اللي هيكون فيه لاعبين سافروا او غادروا السعوديه ورجعوا من غير ما يحصل اعلام 10000 وكل نادي هيتحمل مسؤوليه اجراءات الحجر الصحي للاعبيه كمان في غرامه تصل ل 50000 ريال ويعتبر اللاعب اللي يشارك في مباراه ومنهاش مده الحجر حسب المده اللي غرفه حكم غير مؤهل قانونيا وهيتوقف اللاعب مباراتين رسميتين اجراءات فارس من الاتحاد السعودي وعقوبات كتيره جدا طبعا هنستعرضها عشان نوصل ان لازم يحصل تغيير الاتحاد المصري كمان كان في مزيد من القرارات الحازمة من الاتحاد السعودي اللي بنتمنى ان احنا نسير على نساقها قال ان كل نادي بيفرط في اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة ويتسبب نتيجة الاهمال في تفشي الوباء يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 100 الف ريال ويعاقب كل نادي فرط في الاجراءات الصحيه وكان سببا في تفشي الوباء بين اعضاء بقى فريق اخر غرامه ماليه لا تزيد عن 500 الف ريال وحث الجميع على الالتزام بالتعليمات وهنا هو حط كمان مسؤوليه على كل الفرق ان الاهمال انت بتدفع ثمنه الموضوع مش مجرد ان في مجموعه من الضابط التزمت او ما التزمتش متروك للاعبين او للاجهزه لا ده مش كده وبس ده كمان الموضوع لو في لاعب ثبت ان هو مصاب بفيروس كورونا وشارك في المباراه بيتم حجر 21 يوم وكمان عقوبه اربع مباريات رسميه طب لو هو ما كانش مشارك في المباراه هيتم حجره 14 يوم وعقوبه 100 الف جنيه على النادي وطبعا ايقاف مباراتين يعني كلها اجراءات بتتاخد عشان يكون في حذر ويكون النادي مهتم بلاعبيه ويكون الدوري السعودي متمر بشكل دون التعرض بقى لازمات كورونا ومشابه يكون كل نادي واخد جميع احتياطاته وفارس وده اللي احنا بنقوله ان طالما الاتحادات شغاله اللي الكاف شغال الاتحاد السعودي شغال كمان احنا محتاجين الاتحاد المصري يكون شغال خاصه واحنا عندنا بعض المواقف اللي طبعا حصل عليها قيل وقال زي العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي. العقوبات اللي حصلت الموسم الماضي بتخلينا نبص لبند مهم جدا في لوائح الخاصه بلجنه الانضباط. لو استعرضنا لائحه لجنه الانضباط الماده 25 والماده 26 الماده 25 بتقول ان اللوائح بتاعت الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي والقواعد المنظمه اللي هي القواعد والمبادئ الحاكمه دي جزء من لجنه الانضباط وقواعدها داخل مصر كمان العقوبات الاخرى الوارده في قوانين ولوائح الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي ايضا هي منصوص عليها داخل لجنه الانضباط ودي اشاره مهمه ان احنا محتاجين في بعض الحيثيات بما ان احنا بنتكلم في لوائح منظمه داخل لجنه الانضباط يكون عندنا شكل او فورمات بسيط جدا زي ما الاتحاد الدولي ماشي والاتحاد الافريقي ماشي والاتحادات الاهليه ماشيه يا اسامه زي ما, وزي لنا ما هو الاتحاد المصري اصلا الاتحاد المصري بيقول ان لو فيه اي اختلاف هنرجع للكاف والفيفا طب ما بدل ما نرجع للكاف والفيفا ناخد الموضوع ونعمله بشكل شبه تمصير ويبقى معروف اي عقوبه او اي خطا عقوبته ايه ويطلع بقى الكلام ده بحيثيات واضحه للجميع ويتم الرد على الجميع وتتبعت المواد دي لكل الانديه يعني ما ينفعش ان كنا نسال هي ليه وصلتش النادي الاهلي لا ده وصلت لا ما وصلت لا اصل احنا عرضناها على موقع الاتحاد لا يا ريت طبعا بنشكر ليكم كل الانجازات اللي بتحاولوا تعملوها طبعا على اقصاء الفار ولكن لما يكون في بعض الأخطاء وبعض التخبط في بعض القرارات خاصة ما يتعلق بلجنة الانضباط لازم تكون الأمور واضحة عشان أي خطأ يكون يلزمه عقوبة وكمان جايبين نموذج من الاتحاد الإماراتي عشان نوضح لكم الأمور عندهم بسيطة وسهلة إزاي ومش عيب إن احنا نشوف الاتحادات الأخرى بتشتغل إزاي ونشتغل زيها لو عرضنا صوره الاتحاد الاماراتي او النموذج اللي عامله الاتحاد الإمارات في لجنه الانضباط وازاي بيتاخد العقوبه اولا بيكون متحدد اسماء اعضاء اللجنه واسم الموجه اليهم قرار اللجنه او اطراف النزاع وبتعرض ملخص الموضوع الازمه ايه وحيثيات القرار تشمل الرد على كافه الطلبات المقدمه اي نادي اي لاعب هيقدم من خلالنا دي طلب معين يكون عندك الحيثيات دي رده بترد عليه وانت طبعا التسبب القانوني للقرار والنصوص القانونيه التي تستند اليها القرار يعني لازم يكون العقوبه في خطا بترجع له وطبعا نص القرار وتوقيع رئيس اللجنه ونائبه كل دي حاجات بنوضح ان احنا ناخد بالنا لان كان في عقوبات بتقول لنهايه الموسم ومفيش في الكاف او في الفيفا عقوبه لنهايه الموسم لازم تكون محدده يا اما عدد مباريات لا اما زمن او مده زمنيه فطبعا حصل جدال كبير احنا مش عاوزين ندخل فيها فارس الموسم الجاي